السلام عليكم بنات، لاباس عليكم؟ صحتكم مزيانه؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وهذا الفيديو ان شاء الله تلقاكم في احسن حال. معكم بيجام من قناه ايناسري برودكشن، القناه ديالكم اللي كنتمنى من الله تعالى يكون المحتوى ديالها كاين الاعجاب ديالكم. الناس اللي كتدخل بالصدفه ما ترددش انها تشترك معايا، ديري تعليق، تخلي لي واحد لايك. والناس الجديده اللي تزادت للقائمه ديال الاسره ديالنا، مرحبا وسهلا بكم ولالي خطيكم. اليوم ان شاء الله غادي نديروا الفول بصاره، كنقولوا حنا باللهجه المغربيه البصاره. هذا هو الفول اللي زوين، هذا الفول البلدي اللي كيكون صغير هكا تيكون الجد، ماشي بحال الفول الكبير ما تيكونش زوين وما كيجيش في البصاره. هذا هو الحماس ديالنا، هذا ماشي طاجين، هذا الحماس. انا ديما البصاره كنطيبها هكا في هذا الحماس، كتجي زوينه وبنينه فهكا في هذا يعني هذا الشيء ديال الطين كيجي زوين بزاف. ان شاء الله غادي تشوفوا الطريقه ديالي. غادي ان شاء الله هاد الفول نديه نغسلو مزيان ضروري، وغادي نعاودو نتلاقاو. ها هو بعد ما غسلت الفول، راكم تتعرفوا الفول ما شاء الله الفوائد ديالو كثيره كثيره بزاف. غادي ندير الحماس فوق النار، درت فيه شويه ديال الماء، انا ما عنديش كميه كثيره، يعني حسب الكميه اللي عندك ديال الفول. درت واحد شويه ديال الماء بارد، غادي ندير الفول هكا فوق النار، وما كندير انا لا توابل لا والو، كندير فقط الزيت والملحه والثومه. هكا غادي نضيف واحد شويه ديال الملحه، وغادي نضيف شويه ديال الزيت. لا بدا غادي يطيب واحد شويه ديال الزبيده بلديه والثومه ضروريه، هادشي اللي كندير، يعني ما كنفوتش باش يبقى النسمه ديال الفول والمذاق الفول تكون غالبه. ما كنديروش توابل، هادو ربعه ديال الفصوص ديال الثومه، حيت انا عندي كميه ديال الفول غير قليله. هكا ان شاء الله، وغادي نسد عليه وغادي نخليه يطيب على المهل. هاد الحماس تيبغي المهل المهل باش تيتملخ الفول وكيجي زوين زوين بزاف. وهنا انتم كتشوفوا ما احتاجيت لا بغا لا خلاط لا والو، يعني هكا بهاد الملعقه خشبيه كنبدا مره كنضغط هكا على الحبات ديال الفول. ولكن ما نعاودش لكم، هاد الفول كان زوين بزاف وكان طياب كما كنقولوا. الفول زوين بزاف 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 سورتو في هاد البرد، ما شاء الله كاس ديال الفول كيحتوي على 200 سعره حراريه، يعني ماشي ساهل عليها. هذاك الشيء علاش ملي كتاكلي الفول كتحسي بواحد الحراره ما شاء الله، وغني بالالياف والبروتينات، زوين بزاف، وراه الثمن ديالو رخيص ومغذي جدا وما كيخطاوش المعادن والفيتامينات، ما شاء الله غني غني بزاف. هنا ان شاء الله انا ما كندير كما قلت لكم لا توابل لا والو، يعني كنبغي يبقى لي المذاق الفول. كندير معلقه كبيره ديال الكمون، ومن الاحسن يكون بلدي ومدقوق على اليد، وشويه ديال الزيت بلديه كنحلها هكا في هاد التبصيل، ولا رميتيها ديريكت، يعني درتي الكمون فوق البصاره راه ما كيتحلش كيتكلل وما تيجيش زوين. هكا تحليه بشويه ديال الزيت بلديه، ومن بعد غادي نحطو على البصاله ديالنا اولا الفول ديالنا، كيجي زوين. طبق ديال الناس الشعب، وما كاينش الواحد اللي ما تياكلش البصاره، زوينه بزاف وبنينه، وسيختو في هاد الشتوى ما شاء الله. امطار الخير اللي يعني عرفتها المملكه ديالنا، الله يجيب على قد النفع. هكا تنحرك مزيان حتى كينسجم ديك الكمون، وكنبقى مره الا بانت لي شي حبه ديال الفول بقى هكا تنمعك فيها بديك المعلقه. ما كنحاول ما كنديرش يعني ملعقه ديال المعدن ولا ديال لينوكس ولا شي حاجه، كنخلي هاد المعلقه ديال الخشب، كتجي زوينه وكيعجبني انني نطيبو هكا في الحماس. ما شاء الله الفيتامينات اللي كاينين في الفول اوبي، يعني ماشي سهل ان الفول بثمن رخيص يكونوا فيه بحال هاد الفيتامينات، غني بالفوسفور والمغنيسيوم. الناس اللي عندهم نقص في المغنيسيوم زوين بزاف ليهم الفول. هكا غادي يكون ان شاء الله الطبق ديالنا، هانتوما كتشوفوا درت شويه ديال الزيت، ودابا الوقت ديال الزيت تبارك الله راه جديده، هاني غادي نضيف شويه اخر حيت ما يمكنش يكون الفول وما تكونش زيت بلديه. لا بدا لا بدا، الفول كيساوي الزيت بلديه. وكاستعاتي لا بدا، كاستعاتي بالشيبه هكا بالرزه ديالو كيجي زوين بزاف. كان هذا هو الطبق ديال اليوم، ضروري يكون عندي هكا البصاره اولا الفول في القناه، وضروري بهاد الحماس تيجي زوين بزاف وبنين. كانت معكم بيجا من قناه ايناسري برودكشن، والسلام عليكم.